انت عارف انا مثلا لو انا بشتغل في التحكيم وفي لجنه تانية للتعيينات بعيد عني، انا مش هيبقى عليا اي ضغوط خالص، هتريح. طب ما وده موجود على فكره بره، اللي هي اللامركزيه، مش اللامركزيه، موجود بره في الاتحاد الاوروبي او في الاتحادات في اوروبا، مؤمنين بالشغل ده، شغل التطوير لوحده وشغل التعيين لوحده. التعيين بيجيب واحد مسؤول عن التعيين اسمه مدير التعيينات. صحيح صحيح. طب انت يعني ما ينفعش تطبق الكلام ده؟ بالعكس، ده انا اتمنى. طب مين هتمنى؟ هو النظره اللي بيجيبوك او المسؤولين اللي بيجيبوا رئيس اللجنه، هو جايبينه عشان التعيينات اساسا. انت مؤمن بالفكر بتاع بره؟ اه طبعا. بتاع اوروبي. طيب ما ينفعش كابتن جراء، انا قاعد مع كابتن عمرو الجبايلي، كابتن عمرو انا الخطه بتاعتي 1 2 3 اداره لوحديها للتعيينات، انا مش مسؤول عنها. خارج ايدي بره خالص. والله الكلام ده ممكن الكلام ده اقدمه في نهايه الموسم ده. وفعلا نحاول ان احنا نطبق هذا الكلام في الموسم اللي جاي. بس بشرط انا في هذا الوقت لو تم تخييري. ده الموسم الجاي؟ لا بقول لك ان انا مرضه مش انا. كلاجنه. خلي بالك احنا عايزين يبقى شغلنا للمستقبل، للتحكيم، مش لنفسنا. صحيح. انا مش هشتغل لنفسي. انا بقول لك لو لقيت فكره بعملها. يعني احنا الجديد دلوقتي اللي بنعمله السنه دي ان احنا ربطنا دلوقتي العنصر البدني. النهارده في تحليل بدني للحكام بيتعمل بالكامل اوتوماتيك، الحكم معاه الجي بي اس. الجي بي اس ده بيقرا كل كبيره وصغيره عن الحكم. المجهود لا مش بيقول بس المجهود والمسافات وجري كام سبرنت وكان المفروض يجري كام سبرنت وخد القرارات دي وهو في حاله تعب بنسبه قد ايه وكان كل ده بيقراه. والنهارده اتعرض في التحليل. في التحليل وقلنا للحكم ليه انت في الدقيقه دي ما خدتش القرار الصحيح، لانك انت في الدقيقه دي كان الهارت ريت بتاعك وصل ل 100 حاجه و80 وده معدل عالي، وفي الوقت ده معدل التعب عندك كان عالي. ده دليل على انك انت لا اقل التركيز. ده دليل على انك انت محتاج تزود العنصر البدني شويه. طيب حضرتك تسلمت كاسه طويله لدراسه الصغير. حضرتك شايف تلك السفينه دي هتعالجها ازاي؟ من ضمنها الكراتين الامتحانات. لا موضوع الامتحانات موضوع بسيط على فكره. خلينا نتكلم في موضوع الامتحانات. اول موضوع بسيط، الامتحانات خلصت والراجل خلص الامتحانات كابتن حسام عبد الفتاح وسلم لنا سلم لنا النتيجه امتحانات ترقي دي على فكره. امتحانات ترقي وجديد وسلم لنا النتيجه من حوالي شهرين. تمام. واحنا بدورنا بنفس الظرف اللي استلمنا بيه النتيجه في نفس اليوم سلمناه لمجلس الاداره عشان المدير التنفيذي عشان لازم تعتمد بجلسه مجلس الاداره. هما ظروفهم الحقيقه الفتره اللي فاتت ما عملش اجتماع. ما اتعملتش انت شفت بدون التفكير دخلوا انشغلوا الحقيقه يعني. لكن هي الموضوع نتيجه بسيط وسهل